ساحر يعني. هو ده ما اعتبرش فلوج قوي، هو مجرد بس ان هو رحلة الى السينما يعني، اللي هو الافنجرز اند جيم مش اكتر يعني. اتمنى ان هو يبقى حلو بصراحة، لان انا امبارح شفت على روتن توميتو ان هو اخد 98% و يعني، وعلى اي ام دي بي لحد دلوقتي اخد 9.7. فاتمنى ان هو يبقى حلو يعني، اكيد هيبقى حلو، لازم يبقى حلو. ف ان شاء الله الفلوج ده هينزل النهارده بالكتير او بكره، وهديكم كده نبذه صغيره على الفيلم قبل ما اخشه وبعد ما اخشه. وطبعا هيبقى لي مراجعه طبعا على روم سينما بالكتير او ان شاء الله بكره يعني، هتنزل باذن الله. انا طبعا كان نفسي اخش الفيلم في القاهره اي ماكس، بس طبعا بصيت على الريزرفيشن يعني اونلاين وكده، محجوز كله لحد يوم الجمعه. فهو بصراحه اصلا الفيلم ما يتفوتش يعني، فلازم كنت اخش النهارده عشان حتى الحق اعمل ريفيو كده. لان طبعا انتوا عارفين الناس بقى طبعا هتسبويل على الانترنت، على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. فمراعاة للسبويلنج يعني، كنت لازم اخش النهارده يعني، هتفرج عليه النهارده عشان الحق اعمل ريفيو. المشكله كمان انا بصيت على المواعيد امبارح، في جميع سينمات اسكندريه تقريبا سنة ستيفن وكذا كلها اصلا محجوزه. فهو امانه الواحد كارفور يعني، بس حتى لسه مش عارف انهي قاعه عرض يعني. انا رايح اصلا من بدري، الساعه دلوقتي الساعه 3. فاتمنى يعني ان احنا نلاقي حجز مثلا على الساعه 5 وربع مثلا، حفله بتاعت الساعه 5 وربع. انا كنت اتمنى ان انا اخش فيلم ماكس اساسا، بس مش هلاقي طبعا ماكس لان كله هيبقى محجوز. فهضطر اتفرج على فيلم 3 دي عادي يعني، اما 2 دي على حسب لو في اماكن اساسا. لسه واصل دلوقتي كارفور في رحلة للبرشطة على تيكتات. اتمنى ان احنا نلاقي تيكت اساسا للفيلم، فخليكم معايا يعني وكده. فربنا يسهل. طبعا هو مواعيد في ماكس الماكس 5 وربع، اللي فيها بس اول اربع صفوف قدام الشاشه، او اول ثلاث صفوف. اول اربع صفوف ورينا اول صفين. اول صفين دول اللي في الماكس ده. والحفله اللي بعد كده الساعه 9 برضه اول صفين برضه. طب بس 3 دي بقى 5 وربع برضه. خمسة وربع؟ لا، ستة ونص. ستة ونص ممكن اشوف. ايه ده برضو؟ من تحت كده؟ بعد ستة ونص؟ بعد ستة ونص؟ سبعة ونص. سبعة ونص ايه؟ ممكن نحجز سبعة ونص رو اف؟ حجزنا التيكتس افنجرز اند جيم النهارده الساعه 7:30. طبعا ما عرفتش احجز ماكس، ما لقيتش طبعا تذاكر، فحجزنا ستاندرد 3 دي.
القاعات كلها محجوزة من دلوقتي لحد بالليل، ان انا اقدر اشوفه ماكس، بس للاسف هنخش عادي ستاندر 3 دي، لحقنا اصلا كراسي بالعافية. فضل 3 ساعات ونص على الفيلم ولسه مستنيين، وانا قاعد شبه المخلطات تقريبا. الرياكشن الواحد ده بيفكرني بعبله كامل، يعني هي قاعده بس في الفيلم. طبعا كنت نفسي احجز الفيلم بدري شويه عن كده علشان الحق اروح واعمله ريفيو، بس طبعا الخطه فشلت كالعاده. اتمنى 3 ساعات ونص دول يعدوا بسرعه، يعني عشان الواحد يلحق يتفرج على الفيلم والحق انزل الفلوج ده بسرعه، وعشان الحق اعمله ريفيو محترم. للاسف التذاكر كلها سولد اوت، اتفرج عليه على ماكس، بس للاسف ماكس كله محجوز، القاعات كلها من اول الساعه 3 لحد بالليل لحد بعد الساعه 9، ف ما لقيتش غير 2 دي و 3 دي عادي. انا دخلت انفينيتي وور هنا برضو في بوكس، بس ال 3 دي ما كانتش قد كده، كنت اتمنى ان انا اقدر اخش ماكس. قلتلي ان انا طبعا ما حجزتش على النت، على طريقه الانترنت، بس ومستنيين بقى. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الاقبال على الفيلم تاريخ يا فندم. كويس انا لحقت تيكتس النهارده اساسا، انا ما كنتش لحقت تيكتس النهارده كان ممكن يحصل لي حاجه. كنت عايز اوضح حاجه برضو في الفلوج ده، ان انا لسه بصور حلقات رمضان في البيت وكده، لسه ما خلصتش بقيه التريلرز. في تريلرز المفروض تنزل، انا قبل النهارده نزلت مسلسل لمسه اكتاف، التريلر رياكشن بتاعه لمسه اكتاف وكده. في تريلرز ثانيه لسه طبعا ما نزلتش، المفروض بقى انزل فالنتينو، تريلر رياكشن بتاع مسلسل فالنتينو. لسه في علامه استفهام، ولسه في كذا مسلسل، يعني في برضه مسلسل بتاع عمرو سعد ومش عارف ايه وكده، فلازم الحق اخلص كل ده. بس طبعا الريفيو بتاع افنجرز هو اللي هينزل الاول، ف عشان ده الاهم يعني عند الناس، فهنزل طبعا الموفي ريفيو بتاع افنجرز الاول، وبعد كده هنزل بقيه رمضان في البيت، بقيه المسلسلات اللي لسه ما نزلتهاش. وبعدين طبعا عايز استكمل بصراحه هوم سينما في البيت، علشان انا هوم سينما في البيت لسه ما بقالي كتير قوي ما عملتهاش. انا هوم سينما في البيت كنت عامل فيلمين بس، كنت عامل فيلم ذا فاوندر وفيلم ماذر. في كذا فيلم كده في دماغي كده عايز انزلهم، بس طبعا مش هيكونوا دلوقتي للاسف. لو في طبعا تريلرز نزلت اكيد وش طبعا هنعملها تريلر رياكشن وكده، ولو في فيلم مثلا تاني كده الواحد شافه طبعا هنزله ريفيو يعني. لسه مخلص افنجر اند جيم دلوقتي، طبعا فيلم اكتر من رائع، فيلم حلو جدا. استنوني الريفيو بتاعي هعمله في المراجعه، هنزلها بالكتير قوي بكره، بس يعني فالفيلم بجد تحفه، ده تقريبا اول فيلم في تاريخ ام سي يو من بعد انكريديبل هالك ما فيهوش كريديت سين يعني، بس الفيلم يعني ممتاز، يعني لازم تتفرجوا عليه يا جدعان، يعني فيلم تحفه ولازم تتفرجوا عليه من الاول. استنوني في نهايه تقريبا الفلوج بتاع النهارده، استنوني في المراجعه الكامله، هتنزل على البيج على هوم سينما ان شاء الله بالكتير قوي بكره. باي باي.